مساكم جميعا، حابب تتعلم مجال التصميم والديزاين فأنت بالفيديو ده هي بداية. أهلا بكم بكورس جديد هو كيفية تعليم الفوتوشوب خطوة بخطوة من الصفر لحد الاحتراف. يلا نبلش اليوم يا شباب ويا صبايا، راح نتعلم كيفية تلوين الخلفية عنا. راح نجي ونكبس، راح نجي ونكبس على المربع زي ما انتم شايفين، الخيار الثاني زي ما انتم شايفين، نيجي نحدد الشكل كامل، ونيجي نحدد الشكل كامل حلو. وبعد كده ركزوا معاي كثير، بدنا نضيف لاير جديد، بدنا نضيف لاير جديد، ونضيف اللاير زي ما انتم شايفين اللاير الجديد يا شباب ويا صبايا. اللاير سولفته كثير 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 مهم، اهم اشي بالفوتوشوب هي تقريبا اللايرات. حلو، وبعدين بنحط على كليك يمين وبنحط على الفيل. نيجي لهون بكون عندنا عدة خيارات، بنختار الكلر وبنحط اللون اللي احنا بدنا اياه، بعدين بنحط اوكي. زي ما انتم شايفين تلونت الخلفية كاملة معانا. بس بيجي واحد بيسألني طيب كيف ممكن انه نحذف التحديد؟ بنحط على كنترول دي، كنترول دي بتمسح لك اي تحديد، سواء حددت بالبن تول، سواء حددت بالبوت تول، سواء حددت بالماجيك تول، اي اداة هو بيمسح لك اي تحديد. طيب انا بدي ارجع خطوة لورا، خطوة لورا هي كنترول زد، كنترول زد بيرجع لك خطوة لورا بس خطوة واحدة. طب انت جربت ترجع اكثر من خطوة، نحط كنترول الت زد، كنترول الت زد. حلو، هسه لو اجينا بدنا نمسح الخلفية وجا واحد قال لي طب انا ما بديش خلفية كاملة، بدي نص من الخلفية، برضه بصير زي ما انتم شايفين، بنحدد النص، بنحدد النص، بعدين بنحط على كليك يمين وبنحط على فل، نكبس يمين ونحط على فل، ونحط الكرر اللي بدنا اياه. وهم اشي الاوبسيتي يكون دائما 100%، هم اشي الاوبسيتي يكون دائما 100%. بعدين بنحط له اوكي، زي ما انتم شايفين اتلونت معانا الخلفية 100%، وكنترول دي بنمسح التحديد. حلو، انا ما بدي اضغطكم بدروس كثيرة وهيك معلومات كثيرة بنفس الدرس، خلينا ماشيين شوي شوي حتى نتعلم كل اشي على مهل. اتعلمنا يا شباب انه كيف نلون الخلفية اليوم، وتعلمنا كيفية اضافة اللير، وتعلمنا شو يعني في اللي هو تلوين الخلفية، وتعلمنا كمان هي انه كنترول دي بتمسح التحديد، كنترول زد بترجعك خطوة لورا، كنترول الت زد بترجعك اكثر من خطوة لورا. لا تنسونا من اللايك الجميل والاشتراك الحلو، لا تنسوا الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.